السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخدامه أيضا كان اسمه سيدنا الربيع ابن كعب. سيدنا الربيع ابن كعب كان رقيق الحال جدا، يعني من الآخر كده كان فقير قوي، وكان حتى الهدوم اللي عليه يعني مقطع زي ما بيقولوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه حاله في يوم، فقال له سلني. سلني بمعنى اسألني عايز إيه. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ومن ذوقه مرضيش يقول له تعالى كده ما أجيب لك قميص ولا أجيب لك حاجة، لأ، وإنما قال له يعني سلني. فمتصور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الربيع يقول له إيه، اديني قميص من قمصانك يا رسول الله، اديني العباية اللي عليك، اديني، زي ما بعض الصحابة عملوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. فسيدنا الربيع قال له لا، اديني وقت. تمام. فبعدها راح ردد عليه وقال له مرافقتك في الجنة يا رسول الله كبيرة قوي دي، فإزاي يرافق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إيه، قال له لك هذا، تمام، سلني. فيعني طيب مش ده اللي أنا أقصده، أنت ماشي معايا في الجنة يا سيدي، لكن اسألني عن حاجة من حاجات الدنيا. فقال له مرافقتك في الجنة يا رسول الله. شوفوا اللي حصل هنا أو إيه اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الربيع. قال له فأعني عليها بكثرة السجود. كثرة السجود هنا معناها المداومة على الصلاة لله تبارك وتعالى، حتى إن الصحابة بعد كده قالوا أننا ما رأيناه إلا راكعا أو ساجدا، يعني ما كناش بنشوفه بعد كده إلا راكع أو ساجد. الناس اللي بتشتغل صح عشان توصل للي هم عايزينه. كان زمان كده لما بيدرسونا إدارة كان بيقولك في حاجة اسمها work smart. work smart اللي هو ما تشتغلش بدراعك، اشتغل بدماغك علشان توصل، أو اشتغل بذكائك علشان توصل للي انت عايزه بطريقة أبسط وبطريقة أسهل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أو في هذا الحق في هذا الأمر يعني كان بيقول لنا كده حاجة أو حديث جميل صلوات الله وسلامه عليه، كان بيفهمنا إزاي ندخل الجنة بدماغنا مش بدرعنا زي ما بيقولوا. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال أدومها وإن قل. أدومها وإن قل بتفكرني بواحد صديقي في يوم من الأيام كنا ماشيين مرة فلقيته بيقول لي إيه، اديني نص جنيه لو سمحت. نص جنيه اللي هو يعني ما ينفعش أصلا يجيب لك ساندويتش. فاللي هو فديته له، لقيته راح مديه لواحد غلبان في الطريق. فبقول له كنت ممكن تستنى يعني لحد ما تروح أو بكرة أو أي وقت. فقال لي لا، دي عادة يومية أنا لازم أعملها، نص جنيه على آخر الشهر كلها على بعضها حوالي 10-15 جنيه. في ناس بتطلع ربع جنيه فقط، في ناس بتطلع ممكن حاجة كده معدنية ملهاش قيمة عنده بالنسبة له، لكن عند الله سبحانه وتعالى كبيرة ليه، لأنه هو يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولك عليها إن دوام الطاعة بيفتح باب من أبواب قبول الدعاء، يعني الميكس الجميل بتاع الدعاء كده عشان توصل لإنك تبقى مستجاب الدعوة، طبعا بجانب إن أنت تبقى بتكمل شروط الدعاء اللي قلناها في فيديو سابق من إطابة المطعم، وإن أنت تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة كده كمان جميلة إن أنت يبقى في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى طاعة دائمة أنت بتعملها، فلما تسأل الله تبارك وتعالى تبقى باب من أبواب القبول ليك. شوف سيدنا زكريا الملائكة جات له إمتى وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي في المحراب يعني مش ما قال ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يقوم في المحراب، وإنما قال قائم. قائم هنا يعني مداوم على القيام في محراب الصلاة، كان مديم لطاعة
طاعه ربنا تبارك وتعالى، ولذلك هي باب من ابواب استجابه الدعاء. نسال الله تبارك وتعالى ان نكون من المديمين على طاعته. السلام عليكم ورحمه الله.